اخوان السلام عليكم. خفيف ظريف عاوتاني طريقه كيفاش ترسم القلب بعد ما بيضنا الحليب. اللي ما شافش الفيديو ديال تفيض الحليب راه كاين الباج يقلب عليه ويشوف الطريقه باش تصوب قليب خفيف ظريف ساهل. ما هان غير بشويه ملي كنبغي الرسم كنقرب عند الطاس كنكبر القليب بحال هكا ساهله بصحه والراحه.